سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفتح علينا فتحا من عنده. معاشر الإخوان، درسنا اليوم درس عظيم عن عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب تفوق أعمال الجوارح لأنها خفية وتتصل بالقلب مباشرة. وهذه العبادة هي عبادة التذكر والتفكر، عبادة التذكر والتفكر، والتذكر والتفكر سلوكان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. والمؤمن لا يزال يعود بتذكره على تفكره وبتفكره على تذكره حتى يفتح الله على قلبه. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتذكر على التذكر، وناطقوا القلوب حتى نطقت. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة والمشاهدة، حتى أيقنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله جل وعلا، فاستمروا على التذكر والتفكر حتى تحقق لهم ما يريدون، كما قال الحسن البصري: وناطقوا القلوب حتى نطقت. وعبادة التفكر من أعظم العبادات المنسية، من أعظم العبادات التي حرم منها كثير من الناس بسبب معاصيهم. فالمعاصي والذنوب تقفل على القلب. يقول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالعبد إذا خاض في المعاصي وخاض في أكل الحرام وخاض في القول الحرام عياذا بالله حرم التفكر. والتفكر عبادة تحيي القلب، يلتذ بها الإنسان ويتدرج فيها في مدارج العبودية إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وصفات عباد الله المؤمنين من أعظم صفاتهم أنهم يتفكرون. يقول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه أي السماء في ارتفاعها واتساعها، وهذه أي الأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من الكواكب السيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما بالطول والقصر. فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يقصر النهار ويطول الليل، ثم يعتدلان ويقصر الذي كان طويلا ويطول الذي كان قصيرا. كل ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم. يقول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم وصفهم بأنهم أولو الألباب، أولو الألباب، أولو العقول الذين استفاقوا، وأولو الحجة الذين فكروا فنظروا ثم فكروا ثم اعتبروا فآمنوا بالله جل وعلا. بخلاف صفات المشركين، من أخص صفات المشركين عدم التفكر. يقول الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تأتي المصائب، تأتي الأمراض، تأتي الحروب، يأتي الفقر، يأتي الزلازل، تأتي البراكين، تأتيهم الآيات يفتنون بها، يختبرون بها، تتلى عليه آيات الله جل وعلا
ثم لا يؤمنون ولا هم يذكرون، لا يعملون أبصارهم فيما خلقوا له، فيما يرونه من الآيات المتلوة والمشهودة. فآيات الله سبحانه وتعالى متلوة ومشهودة ذكرى. يقول الله جل وعلا في آياته المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال جل وعلا في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه السماء التي نراها بغير عمد، أنظن أن الله جل وعلا خلقها عبثا، أو أنها خلقت هكذا من نفسها وأن ليس لها خالق؟ يقول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. هذه الآيات المشاهدة يقول الله جل وعلا عنها: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التبصرة آلة البصر، يبصرونها ثم يتذكرون. وما هي نتيجة البصر والذكرى؟ يقول الله جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه تورث الإنابة إلى الله جل وعلا، تورث الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، تورث الإذعان إلى الله جل وعلا، الإيمان به سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلوب في حال سماع الذكرى أو النظر إلى الذكرى ثلاثة قلوب: قلب ميت فهذا لا نفع فيه البتة، قلب ميت فهذا لا ينتفع بها، والقلب الثاني قلب حي لكنه منشغل عن التذكر لاهي. وهذا مثله كمثل الذي له بصر ولكنه لا ينظر إلى المراد منه، فهذا لا ينتفع حقيقة ببصره، لكن الله جل وعلا هيأ له البصر وفتح بصره لأن ينظر، فعليه أن يحيي قلبه. والقلب الثالث هو القلب الحي الذي يشاهد ما يؤمر به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وآيات الله سبحانه وتعالى في التفكر والتذكر عظيمة. يقول الله جل وعلا: أولم ينظروا، يرشد الله سبحانه وتعالى ويحث: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. كل مخلوقات الله جل وعلا، هذه الدواب الصغيرة وهذه الدواب الكبيرة، هذه الجبال، هذه الأنهار، هذه البحار، يا إخوان البحار إلى اليوم لم يعرفوا كنهها ولم يصلوا قعرها ولم يروا ما فيها من الدواب ومن الأحياء ما لا يعلمه إلا الله. يقول الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ماذا يريدون حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى الخالق؟ ويقول الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون يقول الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه المخلوقات، هذه الآيات نسردها كلها فيها ذكرى، فيها تبصرة، يختمها الله جل وعلا حثا لنا حتى نتفكر ونعتبر بها. ويقول الله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعدما بين هذه الأمور يقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي من خلق هذه بشكلها العظيم هو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. فالبعيد الكافر الغافل
لا يهتم إن أتى إن رأى جبلا أو رأى جملا أو رأى سماء أو رأى أرضا أو تليت عليه آية، لا يتحرك قلبه بخلاف المؤمن. ومن أعظم الآيات التي حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر بها وهي تريك ضعفك وحقارتك أيها الإنسان، النفس. يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الله، هذه النفس بدأت نطفة مهينة، النطفة لا يستسيغ الإنسان أن يمسها بيده، هذا أنت أيها الإنسان. ثم جعل الله هذه النطفة علقة، ثم مضغة، ثم جعله عظاما، ثم كسى العظام لحما فأنشأه خلقا آخر، آية من آيات الله جل وعلا. هذه العظام التي بين أيدينا، أرأيتم يا إخوان لو أن العظم عظمة واحدة، هل يستطيع أحد منا أن يقوم أو يجلس أو يركع أو يسجد؟ انظر إلى هذه المفاصل، جعل الله سبحانه وتعالى في كل عبد 360 مفصل، هذا محفور والمفصل الآخر بارز، ثم يدخل ويتحرك بهذا السائل اللزج، نتحرك بسهولة. أنا أظن يا إخوان أن هذا عبث. هذه العين التي جعل الله بها ماء لا يجمد، من صفاته أنه لا يتعرض للجمود. لماذا؟ لأنك في الشتاء تتدفى ولو غطيت عينيك لما أبصرت، فجعله الله سبحانه وتعالى هذا الماء بشدة البرودة يتحرك. أليست يا إخوان هذه آية؟ الكلى والكبد والقلب والطحال ومن إلى، لنتبصر معاشر الإخوان. يقول الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أنا أظن معاشر الإخوان أن هذا التفصيل، يقول الله جل وعلا: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أنا أظن بعد هذا أن يكون الإنسان خلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول الله جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. وذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ويقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة في هذا الرحم يحتفظ بحرارته ويحتفظ بأكله ويحتفظ بحياته في قرار وصفه الله جل وعلا بأنه مكين. قال: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو رأى إنسان علقة ساقطة في الأرض لا يمكن أن يتصور أن هذه العلقة ستكون هذا الإنسان، فلذلك يقول الله جل وعلا: فأنشأناه خلقا آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا، وأن يجعلنا ممن قرأ كتاب الله جل وعلا وتبصر به ورأى آياته المتلوة والمشاهدة فانتفع بها. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.